السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. نكمل اليوم سلسلة محاضرات مادة علم الاجتماع الطبي، وسوف نتناول في هذه المحاضرة السوشيال التريشن، فأهلا وسهلا بكم. السوشيال التريشن هو التقلب أو التغيير الاجتماعي أو التحول الاجتماعي. Concept of social alteration and social change. هسه نعرف الفرق بيناتهم. Social alteration is an issue that affects a person's state of being in a society. يعني هي حالة تأثر حالة وجود الفرد، هي مفهوم يؤثر في حالة وجود الفرد في المجتمع. يعني هنا السوشيال التريشن ناخذها كقضيه ايشيو ذات افكتس، هي قضيه تؤثر على حاله الفرد في المجتمع. اي قضيه يحدث تغير بالمجتمع وتاثر على حالته بالمجتمع هذا يسمونه سوشيال التريشن. السوشيال تشينج ناتي إلى social change means that large numbers of persons are engaging in activities that differ from those in which they are or their parents were engaged sometimes before. زين، معناه إنه هنا التغيير الاجتماعي، التغيير هناك تحول أو التبديل أكثر. هنا social change هو جزء من social alteration. جزء من السوشيال التريشن، يعني السوشيال التريشن مفهوم اكبر من السوشيال تشينج. زين، السوشيال تشينج هو التغيير الاجتماعي، يعني انه هناك ناس، اعداد كبيره من الناس يزجون في انشطه تختلف عن تلك التي كانت موجوده سابقا في المجتمع وكانوا هم أو آبائهم متعودين عليها قبل هاي الفترة. Social change also refers to an alteration in the social order of society. ممكن يكون حتى يشمل تغيير النظام أو القواعد بالمجتمع. Social change also refers to an alteration in the social change may be driven by cultural, religious, economic, scientific or technological forces. Social change is a fundamental alteration in the pattern of culture, structure and social behavior over time. في معناه انه قد يكون التغيير الاجتماعي مدفوعا بقوة، أو يكون وراء هذا التغيير الاجتماعي أكو قوة ثقافية أو دينية أو اقتصادية أو علمية، ممكن تكون هذه القوة تكون تكنولوجية. التغيير الاجتماعي هو تغيير أساسي في أنماط الثقافة والبنية والسلوك الاجتماعي بمرور الوقت. يعني هسه احنا نشوف التغيير الاجتماعي اللي صار مثلا بالعراق كمثال، بالعراق بعد 2003. طبعا طبيعة النظام الاجتماعي يختلف، قبل 2003 اكو امور ما كانت موجودة. يعني من ضمن هذه الدوافع مثلا هسه اللي ذكرناها، مثلا السبب التكنولوجي، قبل 2003 ما كان موجود انترنت. الشيء الاخر مثلا من خلال الانترنت ومن خلال سفر الناس اللي بعد 2003 صار اكثر من قبل 2003، صار تماس بالثقافات الشعوب الاخرى وهكذا. هذا خير مثال نقدر نعطيكم اياه على السوشيال تشينج. السوشيال اوردر، ناتي الى تعريف مفهوم السوشيال اوردر. Social order, it refers to a set of linked social structures, social institutions and social practices which conserve, maintain and enforce normal ways of relating and behaving. فيما معناه انه السوشيال اوردر هو النظام الاجتماعي او القاعدة للنظام الاجتماعي. يشير السوشيال اوردر، هذا التعريف، إلى مجموعة من التراكيب الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية
والممارسات الاجتماعية المترابطة التي تحافظ على الطرق الطبيعية للتواصل والتصرف وتحافظ عليها وتطبقها. يعني معناها أنه النظام الاجتماعي هو مجموعة من القواعد والمؤسسات الاجتماعية والممارسات الاجتماعية اللي تحافظ على العيش بشيء طبيعي نورمال ضمن ثقافة ذلك المجتمع، ضمن ثقافة ذلك المجتمع. زين، السوشيال بروجرس، it is the idea that societies can or do improve in terms of their social, political and economic structures. السوشيال بروجرس معناها انه يعني تطور المجتمع والتقدم الاجتماعي، معناه يعني هاي الفكرة انه المجتمعات يمكن ان تتحسن من حيث هيكليتها الاجتماعية والاقتصادية. اوكي، هاي معناه بس يعني شلون يصير تحسن، مثلا ثقافيا يتحسن هذا المجتمع، اقتصاديا يتحسن هذا المجتمع، هاي يسمونه سوشيال بروجرس. يعني اكو there is an improvement in any aspect of the society، يعني اكو تحسن باي جانب، مثلا جانب تعليمي، المجتمع كان يفتقر للوسائل التعليم الحديثه وصار عنده وسائل، هاي يسمونه سوشيال بروجرس. شخص عفوا شعب او مجتمع كان فقير وبدا يستثمر موارده الاقتصاديه بصوره صحيحه وبدا اقتصاده يكون جيد، هذا يسمونه سوشيال بروجرس. يعني هو سوشيال بروجرس من بس من ناحيه من الناحيه الاجتماعيه والسياسيه وكذلك الاقتصاديه. اذا كان اي تغير نحو الجانب الايجابي فهذا يسمى سوشيال بروجرس، يعني تقدم اجتماعي. السوشيال كلتشرال ايفولوشن is an umbrella term for theories of cultural evolution and social evolution describing how culture and society changed over time. هذا socio cultural evolution معناه يعني عبارة عن التطور الاجتماعي وثقافي. socio cultural هو يعني مصطلح شامل لنظريات التطور الثقافي والتطور الاجتماعي، ويصف هذا المجتمع كيف تغيرت الثقافة والمجتمع، كيف تتغير الثقافة والمجتمع بمرور الوقت. هذا هو السوشيو كلتشرال ايفوليوشن. سوشيال تشينج ان سوشيولوجي كاركترايزد باي، طبعا التغيير الاجتماعي اي تغيير باي مجتمع يحدث يتضمن ثلاث جوانب. change number one change in cultural symbols اللي هي تغيير بالرموز الثقافية أو الرموز الثقافية، و number two change in rules of behavior وتغيير في قواعد السلوك، سلوك البشر أو الأشخاص اللي الموجودين بذلك المجتمع، و change in social organization or وكذلك تغيير في المنظمات المجتمع المدني أو الأنظمة من هذا المجتمع، يعني كمؤسسات وكتنظيم معناها. Sources of social change، مصادر التغيير الاجتماعي. Number one physical environment change in temperature floods droughts and epidemic. ممكن يكون سبب التغيير الاجتماعي هو نتيجة التغيرات اللي تصير البيئة اللي حولنا. يعني ممكن التغيير يصير بدرجة الحرارة، مثلا ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض، الفيضانات أيضا تؤثر على المجتمع، والدراوتس اللي هي الجفاف and epidemic والوباء، مثل ما تشوفون هسه مثلا عندنا الكوفيد 19 بانديميك اللي هي جائحة، بانديميك يعني جائحة، الوباء على مستوى منطقة صغيرة على مستوى قطر من يتعدى حدود البلد الآخر يسمونها بانديميك جائحة، كذلك تأثر على هيكلية المجتمع. اوكي، وتعمل سوشيال تشينج. نمبر 2 البوبوليشن تشينج ان سايز اند ديستريبيوشن اوف بوبوليشن، طبعا
الناس هنا يقصد population أو الشعب. طبعا التغيير اللي يصير بحجم السكان يؤثر على التغيير الاجتماعي وكذلك توزيع السكان. البيبي بومرز معناها كذلك يعني عدد الولادات البيبي بومرز و clashes over resources and values و clashes هذه over resources and values خير مثال ما موجود بالدول الغنية بالنفط، يعني يصير هناك صراعات تصير على موارد هذه الدول فهي أيضا تأثر على التغيير الاجتماعي. طبعا بعد ما يكون اكو موارد بقدر معين ويحتل من قبل دول اخرى ممكن يصير تغيير بالثقافات، مثل ما اجون الامريكان بال2003 يعني يصير تغيير بالثقافات والشعب يعرف ثقافتهم وكذا، وهاي الامور يعني من ضمن هاي الكونفليكت وور الصراعات والحرب. طبعا الحرب تأثر بشكل مباشر على التغيير الاجتماعي مثل ما صار بينا وخاصة مدينة الموصل خلال مرحلة احتلالها من قبل عصابات داعش. involves negotiation compromise accommodation كذلك يشمل هذا الشيء، ينطوي هذا الشيء على المفاوضات والتسوية. نمبر 4 اللي هي supporting values and norms اللي هي دعم القيم والمعايير. المعايير النومس معناها المعايير الموجودة بالمجتمع، كل مجتمع معايير خاصة به اللي هي تشمل الـ innovation permitted or inhibited، انه الابداع هل يكون مسموح ان الناس تظهر ابداعها او لا، ايضا هذا يؤثر على التغيير الاجتماعي. والديفيوجن اللي هي كلتشر تريدز سبريد فروم وان سوشيال يونت تو انذر، هذه يسمونها يعني انتقال الثقافة من ثقافة شعوب الى من شعب الى اخر، من شعب الى اخر، هاي يسمونها الديفيوجن، يعني تاثر بشكل كبير انه انتقال الثقافه. يعني انا بعد ما اسافر لدوله معينه اعرف ثقافتهم، اعرف طبيعه اكلهم، ايش يحبون، ايش يكرهون، شنو ديانتهم، هذه ايضا تاثر، لان انا بعد ما ارجع لبلدي ممكن جزء من هذه الافكار ارسخها مثلا او اطبقها على نفسي او على يعني اقل ما يكون على ابنائي مثلا. فكل ذلك يؤثر في السوشيال تشينج. ريزيستنس تو سوشيال تشينج بالسلايد الماضي اخذنا العامل اللي تعزز وتدفع المجتمع انه يبدي بالتغيير الاجتماعي، وسميناها sources of social change مصادر التغيير الاجتماعي. هنا ناخذ العامل اللي تمنع المجتمع من انه يحدث social change تغيير اجتماعي. فنمبر 1 change is unclear ambiguous انه يكون هذا التغيير، اذا كان هذا التغيير غير واضح مبهم غامض وغير ملموس للمجتمع فما يحدث تغيير. نمبر 2 change does not seem beneficial هذا التغيير ما يفيد المجتمع بكل صراحة. change will disturb the status هذا التغيير ممكن يأثر على حالة المجتمع من ناحية مثلا اقتصادية سياسية، فإذا كان يأثر على المجتمع و يحدث هذا التغيير اضطراب في هيكلية المجتمع من كل الجوانب فهذا التغيير ما راح يحدث. change is costly إذا كان هذا التغيير مكلف يعني يحتاج إلى 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 دعم. number 5 change إذا كان هذا التغيير social change يهدد حرية المجتمع فما راح يحصل هذا التغيير.
causes of social change، أسباب التغيير الاجتماعي. Number one، technological and economic changes. يكون السبب إنه تغيير تكنولوجي واقتصادي، يعني مثلا بلد ينتعش أو بلد يكون متاح له الشبكة العنكبوتية الإنترنت مثل ما حدث بالعراق بعد 2003، أو ممكن زراعيا agriculture industrialization، ممكن بالصناعة بالتصنيع يحدث في الطفرة بذلك البلد فيغير من مسار اجتماعي لذلك البلد فيصير يحدث social change. modernization الحداثة ومواكبة العصور الحديثة اللي هي standardizing as toward modern tools lifestyle technology، مثل ما احنا صارت حياتنا كلها مع تقنية حديثة ومثل كل محاضرات الكترونيا، هاي يسمونها المودرنايزيشن. الاربنايزيشن moving population from rural areas to urban cities areas. الاربنايزيشن معناها التحضر، انه الناس الحركة السكانية تكون من الأرياف الرولرز إلى الأربان الحظر المدن إلى مناطق الحظر المدن، هاي كلها تأثر في السوشيال تشينج. البيروقراتيزيشن البيروقراطية extreme emphasis on rules and regulation impersonality، وكذلك البيروقراطية تأثر بالسوشيال. والبيروقراطية معناها البنى والهياكل التي يقوم عليها تنظيم السلطات الإدارية وتوزيعها وتحديد الصلاحيات وتسمية المسؤولين وصلاحياتهم، هاي معنى البيروقراطية. فالبيروقراطية تبعث على الأشخاص أو على النظام الاجتماعي أنه يتغير، فأحد أسباب التغيير الاجتماعي هي البيروقراطية. نمبر 5، conflict and competition، يعني معناها هذه الصراعات والمنافسات اللي هي مثل الحرب war due to religion ethnic competition for resources، إما تكون حرب بسبب الخلافات الدينية والمعتقدات أو حرب منافسة على الموارد، وهو هذا الشائع هسه الحروب تصير أكثر شيء السبب مالها اقتصادي وسعي للحصول على موارد تلك الدولة. political and legal power القوة السياسية والقانونية، مثلا عندنا elected official مثلا الحكومة المنتخبة أو الغير منتخبة يسمونها اعتبارية. الأيديولوجية معناها الـ religious belief الـ political or religional conviction، معناها الايديولوجيا معناها الاعتقاد العقيدة الدينية او العقيدة السياسية او الاقليمية. زين الديفيوجن مثل ما شرحناه بالقبل، الديفيوجن هو معناه انتشار، اللي هو spreading the one's cultural to another's to another culture، يعني انتشار الثقافة من شخص الى اخر او من بلد الى اخر، هذه كلها اسباب التغيير الاجتماعي اللي يحدث في اي مجتمع. goals of social change، اهداف التغيير الاجتماعي، شنو الاهداف المرجوه من التغيير الاجتماعي؟ resistance action to defend or protect established everyday life from new outside oppression and return things to normal، معناها هذه انه العمل الدفاع عن الحياة اليومية القائمة او حمايتها من الاضطهاد والتغيير الخارجي الجديد وعادة الامور الى طبيعتها، هاي الترجمة الحرفية لها. اما هي معناها انه كل مجتمع يحاول انه يستفاد من التغيير، يستفاد من التغيير او التغيير اللي يحثه يكون الحفاظ على 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 الاساليب الموجوده المجتمعه. الليبريشن الامباورمنت نمبر 2، الليبريشن
empowerment action to overcome ongoing traditional oppression and achieve the full measure of everyday rights and opportunities promised in the social charter. Social justice. معنى التحرير أو التمكين معناها العمل للتغلب على الاضطهاد التقليدي المستمر وتحقيق المقياس الكامل للحقوق والفرص اليوميه الموجوده في الميثاق الاجتماعي انه اجتماعيا. ومن ناحيه الميثاق الاجتماعي معناه انه كل شخص يحصل على حقوقه الاجتماعيه والمساواه، يعني انه هذا المجتمع يخرج من التقليد، يعني الاضطهاد التقليدي اللي متعود عليه الغير مرغوب به، يخرج الموجود بمجتمعه، يخرج من هذا الاضطهاد التقليدي traditional oppression. Oppression يعني معناها اضطهاد. Number 3 democratization يعني الديمقراطية أو الديمقراطية. Action to spread decision making power broadly to everyone affected by those decisions. يعني معناها انه الافعال واتخاذ القرارات تكون لكل شخص. Humanization. Action to ensure that society will defend or protect the rights of everyone. يعني معناها الإنسانية وانه حقوق الجميع مضمونة. فهو هذا الهدف من هذه هي أهداف التغيير الاجتماعي. Especially those who cannot do so on their or behave such as those who are ignorant, powerless, sick, frail, mentally incompetent, young or unborn. يعني ضمان حقوق الناس الآخرين وضمان حقوقهم كبشر، هاي معنى الإنسانية. فأحد الأهداف هو كان الهداف التغيير الاجتماعي هو بصورة عامة ضمان حقوق الإنسان والإنسانية لهؤلاء البشر أو الدفاع عنهم، وخاصة الأشخاص اللي ما يقدرون، اللي يكون جهلة ignorant ويكونون غير قادرين أو يكونون مرضى أو يكونون غير مؤهلين عقليا mentally incompetent، أو الشباب وكذلك الأطفال اللي بعدهم ما جايين للدنيا أصلا unborn، يعني بعدهم هم في المرحلة قبل الولادة. Factors of social change. عوامل التغييرات أو التغيير الاجتماعي، العوامل اللي تساعد في التغيير الاجتماعي هي أولا أفكار جديدة new ideas. Economic power اللي هي القوة الاقتصادية طبعا مهمة بكل شيء بالتغيير الاجتماعي وكل أمور الحياة. القوة الاقتصادية مهمة. New technologies يعني التقنيات الجديدة مثل استخدام الانترنت. Times of extreme crisis أوقات الأزمات الشديدة أيضا تكون سبب في التغييرات الاجتماعية مثل الحروب. Empowering vision تمكين الرؤى، تمكين الرؤى لدى المجتمع. البيرسوسيف سكيلز مهارة الإقناع أيضا تعتبر عامل مهم في التغيير الاجتماعي، ولذلك المجتمع قد يكون مثقف يكون التغيير الاجتماعي عنده يكون أسهل. New forms of organization أشكال جديدة من التنظيم، عندما تدخل المجتمع أشكال جديدة من التنظيم يصير تغيير اجتماعي. وال conditions of systematic collapse وظروف الانهيار، الانهيار الأنظمة أو هيجي، يعني هذا كاصطلاحا إنه هاي الظروف اللي تحيط بالأنظمة أيضا مهمة في أو التنظيم هي مهمة في التغيير الاجتماعي اللي هو السوشيال. وأخيرا سوف نتناول obstacle in the ways of social change. يعني obstacle العقبة، العقبات أو الحواجز اللي تكون بطريق المجتمع إنه يحدث تغيير في المحيط اللي يعيشه. Lack of education طبعا ignorance أو lack of education
يعني قلة التعليم وقلة الثقافة والجهل هو يعتبر عقبة مهمة في اتجاه التغيير الاجتماعي. Lack of means of communication، ونقص في وسائل الاتصال. Economic reasons، أسباب اقتصادية مثل الفقر. Poor people cannot afford new invention and discoveries. يعني على سبيل المثال الفقراء ما يستطيعون انه يتحملون تكاليف الاختراعات والاكتشافات الجديدة. ممكن الفقر، يعني الفقر جدا جدا عقبة جدا قوية بوجه تواجه الأشخاص أو المجتمعات اللي تريد تغير. personal interest على المستوى الشخصي. sometimes the people oppose the new social change because their personal benefits and interest. ممكن على المستوى الشخصي في بعض الأحيان يعارض الناس التغيير الاجتماعي الجديد بسبب فوائدهم الشخصية ومصالحهم، يعني مثلا تجار أو أشخاص معينين إنه هاي التغيير الاجتماعي يضرهم، يعني يضرهم التغيير الاجتماعي، أو شركات معينة يضرهم التغيير الاجتماعي. نمبر 5 اللي cohesion with the past. The people feel emotional attachment with ongoing social norms and patterns. Therefore they do not accept the change easily. التماسك مع الماضي. كل ناس دائما تتمسك بالماضي، يعني حتى لو كان الأمور الاجتماعية هي تقليدية وهذا، فتتمسك بيها وتحس انه هي عاطفيا ملتصقة بهذا الشيء، وتعتبر هذا الشيء من ضمن المجتمع، وما تحب تغيره، ما تحب تغيره، ومعتاد عليه مثل ما موجود هسه لحد الآن. مجتمعاتنا مثلا دائما يقول لك أنا دائما أودي ابني للرقية قبل ما يوديه للطبيب. طبعا احنا كمجتمع، أغلبية المجتمع يعني إسلامي، المجتمع العراقي، يعني احنا مو ضد الرقية الشرعية وهذا، بس اكو اسباب طبية واكو اسباب فبعض الناس ما تحب تغير او تروح تواكب التطور الطبي وتودي على طب، يعني وودي ابن الطبيب وكذا، رأسا يروح يقول لك لا احنا متعودين انه اذا صار عندنا مشكلة يم الطفل لازم نوديه على السيد، حتى ما يقولون المرقي، السيد حتى يعزم له. هو الأحرى والأصح اجتماعيا شرعيا هو انه الرقية الشرعية موجودة، بس انت يعني وين معتاد هذا الشخص اللي يحكي هيك؟ مثلا معتاد امه وابوه على هالشيء. طبعا احنا الرقية موجودة والرقية الشرعية جدا مفيدة في نفس الوقت، يعني هنالك يعني التطور الطبي والأطباء والأدوية والعلاجات. فهذا كمثال، يعني لا تأخذونها بجانب آخر طلابنا الأعزاء، هذا فقط كمثال. problem in adapting a new invention. sometimes the people do not adapt the new invention because of the cultural and religious factors. مشكلة في تكييف الاختراعات الجديدة. في بعض الأحيان لا يتكيف الناس مع الاختراعات الجديدة بسبب عوامل ثقافية ودينية. يعني مثلا أكو أمور يعني هي فد شيء حديث يدخل للمجتمع، هذا المجتمع بيتأقلم ويا هذا الشيء الحديث، مثلا يقول لك ديننا ما يقبل أو كذا، فيتعارض مع المجتمع، وبذلك تكون عقبة في وجه التغيير الاجتماعي.